أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. في البدء أبارك لكم هذه المناسبة الجليلة، مناسبة ولادة السيدة الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ولادة هذا النور الذي أزهر بالكون كله، التي مثلت الدعامة الرئيسة لبعثة النبي صلى الله عليه وآله، ولادة أم الأئمة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. قبل أن أبدأ بحديثي أقدم اعتذاري لهذا الإرباك الذي خلقته، وكان من الأجدر والأجدى أن أكون واقف ممتثلا بين أيديكم في محضر ولادة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كل واحد منا في هذا الكون يبحث عن سعادته، يفتش على السعادة، أين تكمن هذه السعادة؟ السعادة هي المنشأ لراحة القلب وفرح الإنسان. هذه الآية كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يدعو بها في قنوته، وذلك لما لها من أهمية كبرى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين الذي به تبرد العين، وتبرد العين حينما تكون في فرح وراحة، وتكون فرحة ومرتاحة حينما تتلمس خيوط السعادة وتتشبث بها. سعادة الإنسان في هذين الركنين، سعادته في زوجته وفي ولده، أو سعادة المرأة في زوجها وفي ولدها. نحن نعلم حينما يعطش الإنسان يبحث عن نبع الماء حتى يروي ظمأ. كل ما في الكون من مخلوقات كونية أوجدها الله سبحانه وتعالى هي منابع يحتاجها الإنسان في حياته. نحتاج للشمس تمدنا بالدفء، فهي نبع الدفء. نحتاج إلى الماء الذي يروي عطشنا، هو النبع الذي
يرفع الظمأ عندنا. هناك ينابيع معنوية وروحية يفتش عنها الإنسان، يبحث عنها. ولذلك قالوا بأن الله سبحانه وتعالى كما خلق الآيات التكوينية في هذا الكون، كل آية في عالم التكوين قابلها بآية في عالم التدوين، يعني في كتاب الله المجيد في القرآن الكريم. ونفس الحالة التي نستشعرها في كتاب التكوين نستشعرها كذلك في كتاب التدوين. هذه الينابيع التكوينية التي يلجأ إليها الإنسان لتمده بحياة مستمرة على مستوى مادي، هناك ينابيع معنوية يحتاجها الإنسان يلجأ إليها كلما ضاقت به الدنيا، كلما أصابه ظمأ الحياة. هذه الينابيع هي عبارة عن الأنبياء والأولياء والأوصياء. واحد من الينابيع الدفاقة التي يحتاجها الإنسان هو وجود فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا الوجود المبارك الذي نحتاجه في كل مفاصل حياتنا على كل المستويات. حينما نلجأ إلى فاطمة، إلى هذا النبع الدفاق، لنأخذ منه ما يشد على أيدينا في حركة سيرنا في هذه الحياة، لن نتعثر. دائما نحتاج إلى النموذج، إلى المثال، إلى الأسوة والقدوة. حينما يتأخر سيرنا ومسيرنا في الحياة، حينما عواصف ورياح هذه الدنيا تأخذ بنا يمينا وشمالا، نحتاج إلى جهة نلجأ إليها تمنع هذه الرياح من أن تصل إلينا. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذا النموذج العظيم الذي قدمته السماء، قدمته بهذه الصورة الجميلة التي تنقذنا من كل ورطة نتورط فيها في الحياة. الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، النبي صلى الله عليه وآله جالس بين أصحابه، وقف أحدهم يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من هي هذه البيوت؟ فقال: بيوت الأنبياء. طبعا يتصور السامع بيوت الأنبياء هي هذه البيوت. فكان أحد الجالسين، وهذه الرواية موجودة عند الفريقين، يسأل النبي صلى الله عليه وآله: وهل هذا البيت منها؟ وكان يشير إلى بيت علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما. قال: بل من أفضلها، يعني من أفضل البيوت، بيوت الأنبياء، ومن أفضل هذه البيوت بيت علي وفاطمة. ما الذي يجعل من بيت علي وفاطمة هذا البيت الذي يكون من أفضل البيوت؟ أول أمر اتسم به هذا البيت، بيت يمتلئ بالحب، بيت يمتلئ بالمودة. هذا الحب وهذه المودة هو ما عبر عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلمة جميلة جدا، يقول: النكاح تعانق الأرواح قبل تعانق الأجساد. وهذا التعانق يعني الالتحام بين الروحين، يدلل
على عمق المحبة بين الطرفين، بين الزوجين. الحب مرة يكون منشأ جسد، وتارة يكون الحب منشأ روحي. الحب الجسدي وهذا الحب العام اللي يحصل عند الناس، إعجاب بالجمال، هذه الأمور العامة التي عادة يكون عند الإنسان ميل للطرف الطرف الآخر وتعلق به. لكن هذا الحب مع زوال مؤثر الحب، سبب الحب، الحب ينتهي. ممكن حتى إحنا يحصل عندنا مرة أكون أحب وهذا الحب ينتهي بانتهاء الشخص، أتزوج ثانية وأتزوج ثالثة. أما الحب المبني، الحب الروحي، هذا الحب لا يقبل الزوال. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما افتقد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها عبر هذا التعبير، قال: أما ليلي فمسهد، وأما حزني فسرمد. والمفروض ينتهي الحزن بعد، يعني العلاقة الجسدية انتهت، أما العلاقة الروحية الملتحمة بين علي وفاطمة لا تقبل الانقطاع. هذا الحب اللي فاض به قلب أمير المؤمنين لفاطمة، وكذلك فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بالنسبة لأمير المؤمنين، هذا الحب فاض في داخل الأسرة وانتشر في أجواءها حتى شمل الأبناء في داخل الدار، يعني الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، أجواء البيت كلها مليئة بالحب، مليئة بالمودة لما ينعكس بين الزوجين. هذا معلم من معالم بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. من معالم بيت فاطمة اللي على أساس الآية تعطيه هذه المكانة وهذا المقام، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا من البيوت المطمئنة الساكنة. الواحد يبحث في حياته على الاستقرار، والآية اللي في الزواج: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكن، الاستقرار، الطمأنينة، الأمن، السلام في داخل الأسرة، هذا أهم ما يبحث عنه من يريد أن يبني حياة زوجية، من رجل أو أنثى، من ذكر أو أنثى. المرأة تبحث عن الاستقرار والسكن، الرجل يبحث كذلك عن الاستقرار والسكن، ولذلك تبقى الحياة الزوجية مهددة وقابلة للانهيار لما يسلب الضامن لبقاء هذه الحياة. والضامن لبقاء الحياة الزوجية هو الطمأنينة، السكن، الاستقرار، السلام، الأمن. اللا أمن يهدد الحياة الزوجية. النبي صلى الله عليه وآله لما يقول في جوابه عن هذا البيت منها، قال: من أفضلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم مع كل الأسف بيوتنا ذكر الله مو معنى أنه تستعيد الذكر، تلهج بذكر الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا، هو لغة الحب ولغة العشق، هو ألا يغيب محبوبك، محبوبك عن فكرك وقلبك لحظة. ذكر الله اللي رايحين الحج ورايحين المشعر الحرام،
الحاج بعد التعب لما يجي المشعر الحرام يعني يصلي مقدار من الدعاء ثم ينام من التعب حتى يستعد لأعمال الغد، لكن هنا مأمور بذكر الله في المشعر الحرام. ذكر الله مو بمعنى أن تجلس في موضع العبادة وتشتغل بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، ألا يغيب محبوبك عن لسانك وعن فكرك وقلبك، حاضر ذكر الله. هكذا احنا اليوم بيوتنا تسلل بهذه البيوت ما يؤثر على ذلك. ضاعت البيوت، صارت في مهب الريح، صارت عرضة لسهام إبليس، وبالتالي البيت لما يكون خالي من ذكر الله أو درجة الذكر يعني حضور وجود الله سبحانه وتعالى في قلوب هذه الأسرة، في عقلها، في قلبها حضورها يكون ضعيف، يعني أعطيت ثغرة أن يمر منها إبليس لعنه الله، وبالتالي تبقى الأسرة مهددة لذلك. لكن لما تكون فيها ذكر لله سبحانه وتعالى في كل جوانبها، تكون هذه الأسرة أسرة مطمئنة، بيت يعيش الأمن، يعيش الاستقرار، هذا معلم رئيس من معالم بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. اليوم احنا في أمس الحاجة، وأنا ذكرت في بداية كلامنا لما يعطش الإنسان وين يروح؟ يبحث عن الماء الزلال، وين النبع اللي يتدفق منه الماء الزلال يبحث عنه حتى يروي عطشه. احنا اليوم لما نستشعر أن أسرنا مهددة، يعني لما تيجي إلى أسرة شابين زوج وزوجة المغرب يعقدون، وهي صارت بالفعل، يعقد المغرب آخر الليل الطلاق، يعني هذا الشيء مؤلم جدا، يعني ساعات بين لحظة عقد الزواج وبين لحظة إيقاع الطلاق ساعات قليلة. سبب هذا الأمر يعني غياب ذكر، عودوا إلى الآداب والتشريعات الدينية اللي تحفظ بيوتنا وتحفظ أسرنا. مع كل الأسف اليوم استشعرنا أن بعض العادات والتقاليد الدخيلة أنها ترفع من مستويات الأسرة وتعطيها نوع من الجمالية، بينما هي في الواقع تدفع بها نحو الهاوية في كثير من تفاصيل. وهذا الأمر يجري على الكل من خلال الإعلام الموجه، مسلسلات وغيرها تدفع بينا أو تدفع إلينا بعض الأعراف والتقاليد اللي نستلهمها في عقولنا الباطنة ونسترجعها في حياتنا دون أن نشعر. إحنا في أمس الحاجة لما تضيق بنا الدروب أن نرجع إلى الدرب الواسع، إلى الصراط المستقيم. أين فاطمة من حياتنا؟ فاطمة مو بس نحيي مولدها، ولادتها ولادة حياة صلوات الله وسلامه عليها. فاطمة رئة نتنفس بها، إحنا بدونها لا معنى للحياة ولا ذوق لها. حياتنا بحياة فاطمة، حياتنا بحياة علي. هذا البيت الذي يشع نور ملؤه طمأنينة، ملؤه استقرار، ملؤه محبة، وئام، انسجام، هذا منشأ شنو؟ منشأ أن يكون هذا البيت أفضل البيوت، لأنه يمتلك عوامل الاستقرار مرتبط بالسماء. الله وجوده حاضر في كل تفاصيل حياتهم،
في حلو الحياة ومرها. لما يكونون في سعة تجد هذه الأسرة في تمام الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وحينما يكونون في ضيق لا يبعدون عن الله سبحانه وتعالى، كما أشار في رواية المسكين والفقير. كل هذا يبين معالم هذا البيت الذي يرفعه في بيوت أذن الله أن ترفع، مو اعتباطا، مقومات رفعت هذا البيت هو هذا المقوم، المعلم الرئيس يذكر فيها اسمه، اسم الله سبحانه وتعالى يتجلى في جنبات هذا البيت. احنا في أمس الحاجة بيوتنا اليوم حتى تهدأ وتسكن وتعيش الاستقرار والأمن والسلام الداخلي، محتاجة لأن يكون الله سبحانه وتعالى حاضر في هذه البيوت، حضور فعلي مؤثر في حياتنا. من معالم بيت فاطمة هذا الشعور الدائم من الطرفين. بتعبيرنا شلون فاطمة تشعر بمشاعر أمير المؤمنين، وكيف لأمير المؤمنين نشعر بمشاعر فاطمة؟ في الرواية، وهي روايتين، أن أمير المؤمنين في يوم من الأيام دخل على فاطمة وكان جائع ساب جوعان، فطلب منها الطعام. بيت يخلو من التوتر، بيت ما فيه انفعالات، بيت الغضب يكاد أن يكون ليس له وجود. هذه مهارات أتعلمها، شلون أقدر أتعلم مهارة التحكم في الغضب؟ وهو أمير المؤمنين القائل: الغضب شعبة من شعب الجنون، جمرة يعبر عنه، الغضب جمرة من الجنون تحرق، الانفعال جنون مؤقت يقول النفسيون. تصور أنت لو مكان علي وتدخل إلى البيت وماكو طعام وتحتج المرة ماكو طعام، ما عدنا حتى أقدم لك طعام، أنت تقلب عاليها سافلها. أقل التقادير حالة الغضب المحتبس في داخلك أن تخرج من البيت زعلانة بتعبيرنا وتروح تبحث عن طعام في خارج البيت. أمير المؤمنين يدخل إلى دار يسأل من فاطمة، جاي يريد طعام، تجاوب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها: ما عندنا طعام، ما موجود في البيت شيء أقدمه لك. أمير المؤمنين يطلع يبحث عن طعام، عنده أبناء. في رواية أخرى أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خرج يبحث عن طعام لأبنائه، إذا انتهى وقت يقول لي يبحث عن طعام لأبنائه، اقترض له مبلغ من المال درهم في طريق وهو راجع حتى يشتري بطعام لأبنائه. صعب على الإنسان يرجع بيته إلى أولاده ينتظرون طعام وما عنده شيء بيده، فلقي أحدا من أصحابه سأل في وقت هذه الظهيرة وحرارة الشمس: وين رايح؟ أصر الإمام علي عليه، أراد أن يخفي فأصر عليه، قال: أبحث عن طعام لعيالي، ما عندنا طعام، وراح يدور لهم على طعام. أمير المؤمنين يخرج هذا الدرهم من جيبه يعطيه إياه، يقول له: روح اشتر طعام لعيالك. أمير المؤمنين يعني جيبه خلي صار، وين يروح؟ تعبيرنا اليوم تصفع به الحياة. يقول: فذهب إلى المسجد،
صلي جماعة وراء رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الظهر والعصر وبقي في المسجد، ما يقدر يطلع. شلون أرجع لعيالي وأنا ما أمتلك شيء، ما عندي طعام أكلهم؟ بقي في المسجد حتى جاء صلاة المغرب، إجا النبي وصلى المغرب والعشاء. بعد الصلاة مر النبي من أمام الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وقال إليه: يا علي، الليلة أنا ضيفك. قال: أنا ما عندي طعام لعيالي، والنبي بعد شمال يجي بعد يصير ضيف عندك، فما يقدر يجاوب الإمام. يقول له: لا، البيت بيتك يا رسول الله، تفضل. يقول: فأنا أمشي يا النبي وأفكر ماذا أقدم، ماذا، شنو اللي أقدم إلى النبي صلى الله عليه وآله. الشاهد اللي أريده منه: فاطمة لما قالت للإمام علي ماكو طعام، قال: لا، هلا أخبرتيني؟ أنت من قبل تخبريني بأنه ماكو طعام حتى أعد الطعام. قالت عبارة جدا جميلة رائعة، شنو قيمتها عند أمير المؤمنين؟ قالت: إني أستحي من ربي أن أكلفك ما لا تقدر عليه أو ما لا تطيق. تقول: أنا أدري، وأنا أدري أنت ما تقدر. هذا بيت فاطمة، شعور الزوجة بما يدور في خلل الزوج والزوج. يعني طبيعي الإمام علي لما يسمع هاي الكلمة من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، شو يصير فيه؟ يذوب، يقول: شلون تقدرني هذا التقدير؟ شلون تحاسب لنفسية أمير المؤمنين بيت بهذا الجمال تبنيه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها؟ طبيعي ينتج الإمام الحسن، ينتج الإمام الحسين، ينتج زينب. لما نقرأ في سير هؤلاء العظام، هذا اليد يد فاطمة التي كانت تهز هذا المهد وهذا البيت اللي كانت تديره فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. معلم أخير وأنهي كلام: علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه شلون كان يقتسم العمل ويا فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. كانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز، وكان علي عليه السلام يكنس الدار ويحتطب ويجلب الماء. هذا التوزيع للأدوار يخلق حالة من التعادل والتوازن في داخل الأسرة، وهذا التعادل والتوازن ينعكس على جو الأسرة ككل. الحب بين الزوجين اللي هو المعلم الأول اللي تحدث عنه مهم جدا في داخل أجواء الأسرة. لما يبرز مشاعر الزوج تجاه زوجته، والزوجة أيضا تبرز مشاعرها تجاه زوجها، شنو يخلق في نفوس الأولاد في داخل الأسرة؟ طبيعي تكون الأسرة مطمئنة، آمنة، مستقرة، تزرع فيهم ثقة بالنفس، تزرع فيهم قدرة على التفكير، تزرع فيهم الشعور بالاحترام والتقدير للأبوين وتعلق شديد بهما، تخلق جو كبير في داخل الأسرة من المحبة. النبي صلى الله عليه وآله في قضية الأقرع ابن حابس، لما كان يشوف النبي الحسن والحسين طالع داخل يقبل فيه، كل ما طلع الإمام الحسن باس، حسين باس، الأقرع ابن حابس اعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، إن لي 10 من الأولاد، 10
لا أقبل واحدة منها. التفت للنبي قال وما أصنع وقد نزع الله الرحمة من قلبك، أنت منزوع الرحمة، هاي القبلة التي تطبعها على خد ابنك أو بنتك وتتدفق وتسري في كل بدن لها مفاعيل جدا عالية، خصوصا مع بناتنا. بناتنا إذا ما حصلوا الحب والحضن الدافئ والكلمة التي تسري في قلوبهم سيبحثون عنها خارج البيت. واليوم خارج البيت ما تحتاج البنت تطلع خارج البيت، تليفون بيدها، كل العالم في يدها، وكلمة من شاب متلصص قاطع طريق سارق قلب، كلمة واحدة يستولي على مشاعرها وعواطفها وتفكيرها ويأخذها حيث ما يريد. احنا محتاجين لنوزع الحب في داخل المجتمع، الأب مع أبنائه، الأم مع أبنائها، الزوج مع زوجته، الأم مع أولادها، الولد بالنسبة لأمه لأبيه. لما ينتشر الحب في داخل المجتمع هذا المجتمع تكون عراه وثيقة، ترابط شديد يعطي صورة جميلة لكتلة واحدة، بخلاف لما يغيب الحب من المجتمع. وإذا كان الحب متوج بمحبة فاطمة وعلي هذا الحب ما أحلاه، يتجذر يضرب في الأعماق ويكون غير قابل للزوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين، وأن يثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.